حياكم من جديد مشاهدينا. ضيفتنا في هذه الفقرة تحديدا عن الواقع هي شخصية لطيفة جدا، ولكن هناك من يرى أن أعمالها مستفزة وأيضا أثارت موجة كبيرة وواسعة من الانتقادات، وما زالت صامدة بالرغم من هذه الانتقادات الكبيرة جدا. تقول أنها تحب الاختلاف، والاختلاف دائما شيء جميل، ولكن الاختلاف كان مع ضيفتنا اليوم مو سهل أبدا، حوار صريح جدا راح يكون مع الفنانة نورين منورة. نورين حبيبتي منورة، يسعد مساك يا قلبي. بداية قبل الفن وقبل الأغاني، نبي نعرف من هي تحديدا نورين وكيف بدأت علاقتها بالفن. كيف بدأت علاقتي بالفن؟ شوفي، أنا إنسانة أعشق شيء اسمه خالف تعرف، واضح صراحة، فهمت الهرجة دي؟ فالفن بالنسبة لي في دمي، عرفتي؟ بس لما جيت أدخل الفن ما دخلته على طول. دخلت أول شيء بتصميم أزياء، كنت أصميم عوبي وزي كذا وحركات، وبعدين كتابة، كنت أكتب نثر، تمام؟ بعدين رشحوني للتمثيل، مثلت، بعدين رحت رجعت للمغنى. أنا أحب أغني، عرفتي؟ من متى اكتشفت أنك تملكي هذه الموهبة والصوت الجميل؟ أنا فيهم ترى كثير. التصميم، الغنى، أنا موهبة. تقصدي الغنى؟ لا، الغنى تحديدا. الغنى من زمان، ترى تتذكر الزمان لما كان فيه اللي هو إذاعة المدرسية، ياب، وكمان اللي هو لما تقدمي في برامج إذاعية عشان سباق الصوت، مدري إيش زي كذا. كنت أحاول بس ما حلفني الحظ، عرفتي؟ أيوه. بس هذه البداية من زمان، ترى قبل التمثيل وقبل التصميم، فاهمة؟ بس مو هو أول من بدأت فيه. وبعد ما تهتي ولفيتي في هذا كله رجعت للغنى. احكي لنا عن دخولك للمجال الغنائي. أول ما فكرت أنك تغني؟ أول ما فكرت إني أغني، خلاص بديت أعمل كروت، بديت أدرب في البيت، بديت أسوي لي فرقة، بديت أطلع أفراح. هذه أول خطوة. بعدين أنت عارفة خطوة الأفراح ما هي كافية، أنت كمان تبي تطلع للناس أكثر. بديت شوي شوي، لأني أنا أكتب أوكي وألحن، بديت شوي شوي، خلاص طب أنا أبغى شيء لي حقي كامل، أبغى أغني. بديت تكتبي وتلحن لنفسك وأيضا تغني. طب قبل أن ندخل في هذه التفاصيل أكثر، كيف ممكن تصف في صوتك اليوم نورين؟ يعني مثلا متابعينك يشبهوا صوتك بصوت مين؟ ما أحس. ما قد شبهوك بصوت احد؟ لا، دائما يقولوا لي انت مثلا، لا بالتقليد يقولوا لي لن تصبحي بلقيس مثلا، بس انا ولا افكر اني اصير زي بلقيس، ولا خامه صوتي تشبه، عرفتي؟ تماما يعني. بس انا احس انه صوتي مميز، عارفه؟ طب يشبه مين تقريبا؟ خامه صوتك تحسيها تشبه مين؟ يعني ايوه، يعني يقولوا لي فيكي يو، ما هو اسمي عادي. لا عادي قولي. يعني يقولوا لي صوتك ثقيل كذا، مو عارفه زي حقون الافراح، مو ذي الشمران ذكرى. لا ايوه، لا مو ذي الشمراني زي كذا، بس مو موضي يعني. بس فينا عارف عشان احنا بنغني في الافراح. ايوه، لا ما نطحت، عرفتي؟ طيب انت بتكتبي وبتغني وايضا بتلحني في نفس الوقت، كيف تعلمتي هذه الاشياء؟ انا اغلب وقتي اقعد على الاورك، تمام؟ تعزفي؟ ادندن، اسوي سوفليج، ادندن، اغني، عرفتي؟ احيانا يطلع معك لحن غريب، فاهمه؟ بتحبي انه اوكي زي لحن عندك الاغنيه اللي انا غنيتها، هدي اللعب هدي. حسيتي وانا جايين في الطريق. انا بقول لك مثلا كيف يصدر مني اللحن، كيف يتوالد معي الفكر؟ لما اقعد كذا ادندن، اوكي اللحن ده، اوكي اوكي اوكي، ابدا ابدا اكتب، خلاص اقفل علي غرفتي، ابدا ارتب الكلام، ابدا انسقه مع اللحن، خلاص احس اني خلاص اوكي انا جاهزه. ما عندي مشكله دن. حلو. طب وقتها قررت وقتها ما اتردد، عشان يموت حماسي، ما ابغى حماسي اي شيء يخطر في بالك، اي لحن على طول تغني. على طول، ايوه. جميل. ايوه. طب خلينا نتكلم، يعني نورين انت في الواقع شخصيه جدا لطيفه، واللي يعرفك يعني يقول ما شاء الله عليك كيوت وخلوقه ولطيفه ايضا بنفس الوقت، ولكن يمكن الناس اللي يعرفوك من خلال السوشيال ميديا ما يعرفوا طيب اصلك واخلاقك من الداخل عليها امامهم، وبالمقاطع الفيديو اللي انتشرت لك في مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا يعني باغانيك والشكل اللي ظهرتي فيه من خلال اغانيك، فتعرضتي لكثير من الانتقادات وما زلت مكمله الى الان. نبي نعرف ايش سر شوفي الحماس والاصرار. نورين اللي انت شفتيها هذه الشخصيه الطبيعيه التلقائيه اللي على قولك الطيبه وكذا، لو انا مشيت بنفس السيستم ده انا ما اتوقع وصلت لهذا عدد المتابعين.
في جمهور يحبك وانت مستفزه، بغض النظر عن ايش شعوره، هو يكرهك ولا ينتقدك، بس هو يدمن متابعتك بغض النظر يعني عن هذا. يعني انا الشعور. اقدر اخذ اليوم تصريح، اول تصريح أيوة. منك انه انت فكرتي تستفزي أيوة. المشاهد عشان توصلي للشهره. بالضبط بالضبط. يعني انا شخصيتي طبيعيه، ما احس انها راح تجيب لي نفس عدد المشاهدين، ما راح تلفت الانتباه. بالدليل احيانا لما اسوي فيديوهات صغيره اتكلم كذا بعقل ورزه، وزي ما انت تشوفي طبعا احس ما في تداول، ما في اكسبلور، طب فين انا في الموضوع؟ عرفتي الهرجه دي؟ بس تعالي اطقطق شويه في بطريقتي الخاصه اللي هم يسموها مستفزه، الاقي الاكسبلور والواتساب والاقي الموضوع كبر. حسيت نفسي طب اوكي في ناس، على فكره لميا بقول لك شيء، بغض النظر عن انه في ناس تحب بس على فكرة بتك. أيوة صحيح صحيح، أنا أتفق معاك، وهذا اللي صاير للأسف أيوة. في مواقع التواصل الاجتماعي بالزبط. أنه وقت ما تستفزي أنت الناس يتابعوك أكثر، شو أكبر وشو أكبر يكون بالنسبة لك. بس ما كمان أيضا توافقين الرأي أنه فترة ترى وتنطفي هذه المواقع اللي انتشرت، ويا كثير من أمثال هذه المقاطع اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لأي شخص استفز الناس بصورة بأغنية بتصرف غير مسؤول، بالنهاية ترى فترة سوى ضجة إعلامية، سوى بروباغندا في هذه المواقع، وبعدين اختفى وينه الحين؟ بس على فكرة استفزاز عن استفزاز يفرق. أوكي أنا لما أستفز الناس، أنا مثلا بطلع بكشري منكوشة، أوكي طب ما لكم شيء عندي؟ في متابعين يقولك لا أنت صرتي مشهورة، أنت لازم يكون عندك مثلا ترتيب، أنت مرتبة شخصيتك مرتبة، عرفت الهرجة دي؟ استفزاز عن استفزاز يفرق. يعني مثلا أنا لما أغلط عليك أنت شخصيا، هذا الاستفزاز اللي أعمل له ألف حساب، لأنه يوم من الأيام يعني حبول يعني تحبي تستفز الناس بدون ما تغلطي بشكلي على بشكلي أحد. بشكلي لا ما أجيكي كذا مدرعي ما وأغلط فيكي وأسوي نفسي ومن أعمل منك شو، لا بس ممكن من شكلي ممكن أطلع بكشري تستغلي نفسك نفسي لاستفزاز نفسي الناس. إيوة واضح جدا بالضبط. طيب يعني حلو، خلينا نوقف نورين عند آخر أغنية لك. اسم الأغنية دقيقتين، اسمها دقيقتين 2 minutes ودقيقتين 149,000 مشاهدة. خلينا نشوف منها مقطع وراح نتكلم عن هذه الأغنية بعد ما نشوفها. الله كان سمعتوه بشوي شي حليلك. الكلام نورين غريب، واللوكات كل لوك اغرب من الثاني زي ما شايفينه في الفيديو. يعني ايش تبي توصلي للناس من خلال فكره هذا الكليب تحديدا؟ ايش الفكره اللي حبيت توصليها للناس؟ اول شيء الخروج عن المألوف، واحد. اثنين اكون معك صريحه شويه، يمكن عشان انا ما عندي شركه انتاج مثلا وهي اللي قاعدة تفكر لك وكذا، أنا إنسان مجتهد جالسة أشتغل على نفسي من الألف للياء، فهمت الفكرة دي؟ فما ينفع تقدمي شيء زيك زي اللي موجودين في الساحة أبداً، لأنك ما حتنجحي أنت تنافسي مين؟ فهمتي؟ يعني في فنانات، خلينا نتكلم، في فنانات أوكي معروفين عندهم ما شاء الله رصيد إعلامي قوي، هذا وبس لو كحت كحة بس كحة حنحنت حتلاقي الفيديو يضرب ودنيا تنقلب فيه، وتلاقي الموضوع لما تيجي تدور عليه الأغنية عادية والألحان عادية والفكرة عادية ما شغل. طب بس هذه الفنانة تعبت على نفسها في البداية واشتغلت وقدمت أعمال فنية كبيرة إلين وصلت لهذا الكمية من الإعجاب والجماهير. يعني أنا لما أتعب على نفسي دقيقة لمية، أنا لما أتعب على نفسي أوصل لمكان خلاص أصير أقدم المعتاد، لا طبعا. أنا كل ما وصلت لمرحلة قوية لازم أفكر طب إيش اللي بعده، مو اني ارجع اخذ من المعتاد وارجع، لا مو هذه قيمتك، انت قيمتك انك تقدمي وانك ترجعي تاخذي من نفس اللي عندك، فاهمه؟ طيب نبغى نعرف، يعني انت عرفت وجهه نظرك من هذا الموضوع، هذا الكليب شافوه ما شرحت فيديو كليب لا حنتكلم فكره الفيديو كليب، شافوه اكثر من 150,000 تقريبا، كميه اللايك في هذا الفيديو كليب 1300 لايك، كميه الديسلايك والغير معجبين بهذا الفيديو 3100 ديسلايك، كيف ممكن تعلقي على هذا الموضوع؟ طبيعي
مرة طبيعي. يعني الناس ما حبت لا 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 مو مو ما حبت لا أنا أفكر إنه الناس ما في ناس عشوائية المفهوم بعضهم فهم ممكن ما فاهمين الفكرة. طب تعالي أسأليني عن الفكرة أنا راح أقول لك الفكرة. طب قولي لي الفكرة. طب أقول لك الفكرة. دحين الأغنية تقول هدي اللعب هدي ترى ما أنت قدي. أيوة. تمام. بشويش يا وي بش أشبك. خليني معاك أنت اللي أنت اللي خليكي معايا بشويش. طيب. طيب هدي اللعب هدي ترى ما أنت قدي. هذه كلمة تعني إنه الوحدة لما تقرر تغير شيء ترى حتغير. لو تفكر إنها تتغير حتتغير. يعني حتى لو حبت لو عاشت يا شيخة لو عطت قلبها كله فهمت الفكرة. يعني مجرد المرأة ما تحط في فكرة نقطة التغيير راح تتغير. تمام. لما حطيت فكرة الملعب اللي هي هذه ترى ما أنت قدي بحكم إني أنا قاعدة شخصية قوية. ايوه وهذا ملعبي وهذا مرمري ولا تقرب ولا تقرب. أيوة. ترى ما انت قدي فهمتي. أيوة. أيوة. لو جبت فكره اعتياديه ايش حسوي بالان كيف حشرحها؟ طب نورين امشي كده واصور وهدي اللعب وهدي. عملت فيها فكره الشرايط اللي هي اكثر شيء اتوقع هي اللي جات عليها الديسك لايك. فكره الشرايط هو زي الماضي والذكريات اللي مريتي فيها في حياتك وما ادري ايش عبرتي عنها بالشرايط انك انت حطيتها على راسك التسجيل ولا ايوه الذكريات والمواقف وخلاص. ولما جبتها متناتره بالعان عشان انت احيانا بالعان ترى حياتك تتبهدل في يوم من الايام عرفتي المواقف فهمتي فعشان كده عبرت عنها بطريقه الشريط فاهمه. طب نورين لو تكلمنا اليوم نورين تنافس بعض المغنيات في الوسط الإعلامي نقدر نقول نورين تنافس مين؟ واه واه على السؤال أخاف أقول لك بس شوفي مو غرور والله مو غرور. أي. بس صدقا أنا أشوف نفسي مختلفة. طب حتى لو اختلفوا علي أنافس نورين أنافس نفسي يعني لأني ماني شايفة شبيهي في الساحة. فهمتي؟ أقول لك مين بس مثلا. بعض يعني هذا تصريح يعني قوي. لا دقيقة خلينا نرجع للتعليقات الموجودة في حسابك. كثير من المشاهدين او المتابعين دائما بنلاقي صورتك جنب صوره فنانه مثلا جنب خليني اقول جنب صوره حليمه بولند بنفس الحزام اللي كنت لابسته وهي لابسته مثلا شبهاكي بالفنانه الكبيره فنانه الاستعراض الاولى بالنسبه لي فنانه مريم فارس بسبب الظهور يعني بسبب الظهور اللي كانت تظهر فيه في معظم كليباتها انه دائما بنشوف شو غريب للفنانة مريم فارس بلوكات مختلفة فقالوا انه نورين تنافس هذولي الفنانتين. راح اقول لك شيء ذكريني بالسؤال الاول راح مسكت في مريم فارس دحين. مريم فارس بعد اغنيتي انا بشهرين نزلت هي اغنيتها اللي هي حقت صحيح تمام. انا لما جبت الاغنية والفكرة اكثر الكومنتات اللي قريتها طب انت ضيعتينا احنا نرقص في الشو نركز في الشو ولا نرقص معاكي ولا نسمع اللحن ولا نسمع الاغنية. ألا أنا عاملة فيديو كليب يعني لازم يكون عناصر مكتملة. بعدين حبيبي إذا أنت تبي تسمعني على رواقة خليه سيدي الله لا يهينك ولازم تفرج إذا أنت تبي تسمع اللحن والكلمات على قولك تمام. لكن إني أنا كفكرة فيديو كليب أقدمها عادية لا ما يستهويني العادي فهمتي. لما قدمتها وفي أنا أقول لك في بعض المصورات لما كلموني نورين احنا حبينا الفكره بس مره غريبه كذا اوكي. ولقيتهم لما عملت مريم فارس الفيديو حقها يا سلام على اللايكات يا سلام. ليش برايك ايش السبب؟ لانه من الاساس عودتهم انها هي غريبه تمام. فاول من عمل اللايكات نفس مجموعتني اللي هم قاعدين يكتبوا لي انا لا ويع وما ادري ايش نفسهم حبيبتي نفسهم. بس هم رافضينك انت رافضين فيك انت الاختلاف بس متقبلين غيرك. ايوه هذه قاعده حبيبتي ما تقدرين تغيريها فهمتي. يعني نفس الناس نفس الكومنتات اللي تكتب لي انا يع في الفيديو حقي وانت ترقصي على ايه وانت تشرحي لا ولما شرحت الرقصه بالعان ترى هذا ذكاء بين يكون متواصل بيني وبين المتابعين. راحوا قالوا لي كمان لك عين تشرحي الرقصه. طيب بعدها بشهرين مريم فارس شرحت الرقصة لقيت برضو كومنتات ألا مستقصدينك في موضوع نورين. فعشان كده بحبهم يا جماعة أنا سباقة يعني ممكن هي فعلا مريم فارس على قولك اللي هي قامت يعني قاموا مجرد ما حطت أغنيتها قسما بالله عندي الخاص كله شوفي مين قلدك مع انه مريم فارس ترى اصلا هي طالعه اسمها تضحك شمعات دقيقه نورين طيب حلو خلينا في سؤال وجودك. انا نسيته ذكريني فيه اي سؤال اللي نسيتيه اللي قبله اللي نسيتيه والله حليمه بولند ايوه ايوه كفايه برافو والله كفايه
كفايه. تبي تتكلم ايضا عنها؟ لا بالعكس، شخصيه خليني جميله. خليني اذكر، طب حليمه بولند اربطه بسؤال. طيب ذكرتي ايضا على هذا البوست تقريبا انه انت من طموحاتك انك تكوني ايقونه الموضه في العالم، وبما انه انت يعني الملابس والازياء اللي تلبسيها الفنانات وايضا المشاهير بيلبسوا نفس القطع اللي انت بتلبسيها، فانت في ذا اليوم اعترفتي بانك انت ايقونه الموضه في العالم العربي او في الخليج، فايش ردك على هذا الموضوع؟ انا لما اساوي شيء مختلف اغلب الكومنتات يحسسوكي انك انت انسانه تافهه جدا. اوكي، رغم انك انت بتشوفي نفسك، يعني انا مو غرورا، تواضعا لنفسي، انا بشوف نفسي فيني اشياء مره قويه وكبيره، عشان كذا لما اقرا اي كومنت انا احسه هامشي، ترى ما وصلني الكومنت، حتى لو انت تكتب يا، حتى لو انت تقدري، ترى ما حسيتك، مريت ولا شفتك. حلو، مريت يا حبيبي ولا شفتك، سلامات. فهمتي الهرجه دي؟ فهي هذه، لما انا قمت البس شيء غريب قالوا لي انت ليدي غاغا العرب حيسموكي وانت ما ادري ايش، فانا جالسه اتميز بفكره اني انا جالسه اسوق لنفسي بفكره مره مختلفه. حلو. فبعدها بكم يوم نفس الشيء نفس الفكره على طول ربطوا الصوره. انا بديت اوكي المتابعين لحالهم صاروا يربطوا الصوره قبل وبعد، ايوه، ويقولوا لي شو اسمه. نحن نتمنى انك تكوني يعني تحققي طموحاتك في كل هذه المجالات. كلمه اخيره لجمهورك حابه تقوليها من خلال ساعه شباب، منصه ساعه شباب؟ احب انكم مره كثير حبيبتي لمي، يعطيك العافيه حبيبتي، نتمنى لك كل التوفيق. وشكرا ايضا على تواجدك اليوم معنا في ساعه شباب، ويا كثر اللي انتظروا هذا اللقاء. يلا خلينا نشوفه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، يعطيك العافيه. مشاهدينا مكملين معاكم ومشروع شبابي جميل جدا عن ايس كريم حقيقي ما اعرف ايش هو بالضبط، بس حنعرف بعد الفاصل. ايس كريم حلو.